حزيتنا اليوم عن الأوفياء من الأصدقاء. هي قصة قصيرة بس فيها عبرة. قصتي تقول هناك في شخصين أصدقاء، واحد اسمه راشد واحد اسمه حسين، يحبون بعض، مخلصين وأوفياء حق بعضهم بعض. عزمه وإنهم يروحون رحلة برية. راحوا الرحلة كانوا مستانسين في الرحلة، وفي أثناء هما يعني في رحلتهم حسين صفع راشد على وجهه. راشد ما تكلم ولا قال شيء، بس حزن ودحط في خاطره. الحين حسين سوى، راح كتب على الأرض يعني على التراب: صديقي اليوم المقرب صفعني، وبس ما تكلموا طول الرحلة. راحوا رحلتهم يعني مشوارهم، راحوا تعبوا، حصلوا شنو؟ مثل الواحة فيها يعني فيه مكان حق السبوح حق الاستحمام. قالوا احنا بنريح شوي بنستسبح. راشد في أثناء ما هو بينزل، تعرف ان الأرض تكون قرص، نزلت ريلة في القرص في الهذي، قام حسين وأنقذه، أنقذ صديقه. قال اليوم صديقي أنقذني. قال لحسين هذي عد وين كتبها؟ كتبها على الصخر. قال لحسين أمس أقول الإساءة الذولية ما كتبت على اسمه على الصخر. قال له لأن إذا أصابك من إنسان إساءة فاكتبها على الرمال حتى تمحيها الرياح النسيان، لكن الحين أنا هذه الخطوة الثانية كتبت على الصخر علشان أنا أتذكر شلون أنت قمت معاي بالمعروف وأنقذتني من الموت. العبرة من القصة اللي احنا بنستفيد منها أن الإنسان لازم يكون متسامح قدر ما يستطيع، وبعدين يعني ما يقدر ينسي الأشخاص اللي هما يعني سووا له معروف. يعني ما عليك من الأشياء اللي حواليك، أشياء ذي جوهرية، عليك بالإنسان وبالأشخاص اللي هما يسعدونك وينفعونك ويكونون مخلصين معك. والسلام عليكم. وهذه كانت حكايتنا اليوم، قصيرة ولكن فيها عبرة عظيمة.